السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل: العثور على مضافتين لداعش في صلاح الدين. أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم السبت العثور على مضافتين لعصابات داعش في محافظة صلاح الدين. ذكرت الهيئة في بيان أن قوة من اللواء 43 في قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي عثرت على مضافتين لداعش بعملية أمنية بمحافظة صلاح الدين، وأضافت أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة جنوب قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، حيث عثرت على المضافتين وكانت تحت ضمان مواد غذائية ولوجستية وتم تدميرها بالكامل.